السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيسأل ايه العلاقة بين البيم والبرمجة؟ طيب، البرمجة من الحاجات اللي أصبحت شبه أساسية لأي حد، يعني حتى لو انت شغال دكتور فأكيد كده كده بتحتاج بعض البرامج، فممكن تتعلم البرمجة عشان تسهل على نفسك. يعني في أعرف دكاترة بيعمل برامج خاصة بيه، أو حتى ممكن يعمل حاجات تسهل عليه جوه الإكسل مثلا، حاجة انت تتمنى ان هم يعملوها لك. انت مش تبدأ من صفر، مش تعمل ريفيت، مش تعمل اركيكاد، مش تبدأ من صفر وتبدأ تعمل برنامج ينافسهم. انت هتبدأ من حيث انت الاخرين، وبتضيف بس اداة صغيرة تسهل لك الشغل. فمثلا ايا كان تخصصك وانت شغال على البرنامج، لقيته ما بيعملش حاجة اللي انت عايزها. ابسط حاجة مثلا، انت مثلا جاي تنزل مثلا الريفيت فيه خاصية من اول ما عرفته من 2007، وعمال ابعت للشركه ابوس ايديك واعملوا الموضوع ده، ما بيعملهاش. فخلاص بنعملها احنا، اللي هي ايه مثلا، اي حد شغال في ريفت عارف الموضوع ده. لما انت بتعمل اسكادولات كثيره وعايز تصدرهم كلهم على اكسل، ما ينفعش، لازم تصدر جدول جدول وتصدره على هي السي اس في، وبعد كده تفتح الاكسل وتقول له اوبن وتفتح الملف ده، وبعد كده سيف اكسل. وطبعا هو بتاخد وقت شويه لان هو ما بيصدروش بالشكل بتاعه، فشاف القصة. فلو انت عارف برمجة بتروح مبرمج الأداة ديت، ومش بتبدأ برضو من الصفر، بتدور على النت على حد كاتب جزء من الكود، وانت بتاخد الجزء ده وتطور أو بتخصص للحاجة اللي انت عايزها، لأن ممكن يكون هو عاملها بشكل غير اللي انت عايزه، فبتقرا كود وتطبق. أنا مثلا قبل ما الريفت والحاجات دي كلها، في الكلام ده في 2000 مثلا وخمسة حاجات زي كده، كان شغال في مشروع، والمشروع كان من الجزائر، وهما كانوا شغالين بوحدات قياس مختلفة شوية لأن هما تابعين لفرنسا. فكان عندي المشروع كله، كل اللوح معمولة بوحدة قياس معينة، وعايزين نحولها لوحدة قياس تانية. فالتحويل دوت عشان تعمله واحدة واحدة، فتوقعوا إن هو يخلص في أسبوع. فكل اللي أنا عملته دورت على لسب، وأنا كنت شغال في تطوير لسبات وعامل كتاب في تطوير لسبات بتاعت الأوتوكاد. دورت على لسب كان بيحول من الملي البوصة، فاخدته وعدلت بعض الوحدات وتعديلات بسيطة خالص، ورحت استخدمته، راح ماسك المشروع كله من أول لآخره. كل ما يلاقي رقم وفي كلمة مثلا كوبر بيلت، يروح ماسك دوت ويروح محوله للوحدة التانية اللي احنا عايزينها. ففي ثواني راح عامل اللوحة كلها، في 5 دقايق كنت خلصت كل اللوحة اللي جاية للمشروع. هي دي فكرة البرمجة، ان يعني انت تسهل على نفسك وتشوف ايه الحاجة اللي هي مملة وبتاخد منك وقت كتير ومش محتاجة تفكير، خلصها لك على طول. يعني كان عندنا مثلا برجين شغالين فيهم، لهم قصة طويلة كده. فمثلا المعماري يعني خد مثلا عمل فيوهات وكده، وانا مطلوب مني بقية الاقسام استراكشر وميكانيكال والكتريكال، فهو بيعمل، رحت انا عامل حاجة بالدينامو يمسك الفيوهات ويروح مسمي، يلغي بقى اي ار ويخليها اس تي، يلغي الاي ار ويخليها بي ال، وهكذا. فراح عمل لي المشروع كله اللي كان متوقع ان هو ياخد مني فتره طويله جدا، عملها لي استوي. هي دي الفكره، تبدا تفكر الحاجه الممله دي ازاي تخلص منها.